السلام عليكم، وياكم الأستاذ محمد نجيم النوفلي. اليوم عندنا النثر. النثر من الأشياء الجدا مهمة وتحتاجونها بشكل مو طبيعي، يعني حتى بالمراحل المتقدمة من قسم اللغة الإنجليزية تحتاجونها أيضا. بالبداية أتمنى تشتركون بقناتي على مود يوصلكم إن شاء الله كل الفيديوهات اللي تحتاجونها بعون الله. زين، عندنا النثر. تعريف النثر prose: any form of writing هو أي نوع من الكتابة that does not fit a recognized poetical form. يعني هو أي نوع من الكتابة والذي لا يتطلب صيغة شعرية. يعني شنو صيغة شعرية؟ يعني ما يلتزم بالأبيات النثرية، ما يلتزم بالأبيات الشعرية. يعني there is no meter, rhyme, stanza form. يعني ماكو ستانزات، ماكو أبيات شعرية، يعني بيت. يعني بيت شعرية يعني مثل ما تعرفون أنه بيت ويعني القصيدة بشكل اعتيادي. هذه احنا نسميها النثر، وهذا حتى باللغة العربية أيضا موجود. عندنا أيضا من أنواعه، أولا عندنا narrative prose. narrative prose هو النثر الروائي، النثر القصصي. The prose writing that describes an action التي تصف حدث or stories أو قصص من قصص الأحداث. يعني الناراتيف prose هو يعني نوع من البروز، أنواع يعني أنه يعني فد شيء بوصف، بالعفو فد شيء بقصة، أي شيء بيه قصة أو بيه تسلسل أحداث هو هذا نسميه إحنا الروائي، الناراتيف بروز. واضح؟ طبعا هنا التعريف لازم تحفظه، جدا مهم هذا التعريف. هنا عندنا نوع، اول نوع طبعا اكو انواع يعني إله هي شنو انواع الناراتيف بروز، اللي هي القصه القصيره، الروايه، النوفله والى اخره. ذن كلهن نسميه الناراتيف بروز، يعني اكو قصه بالموضوع. زين، ذن تحتاج احفظهن يعني تعداد. اخاف يجنك مثلا يقول لك اكتب ثلاث انواع من الناراتيف. هسه خلي ببالك شغله، خلي اعيد عن الفكره تثبت يمك. هذا التعريف مهم، واضح؟ ايضا عندنا انواع مهمات. واحنا قلنا اول النوع اللي هو الناراتيف، هذا النوع الناراتيف بروز بانواع ايضا بهن ذني العشره، ذني من تبعات للناراتيف بروز. ثاني نوع عندنا descriptive prose، يعني النثر الوصفي. The writing that describes scenes, objects, object, person or even person feeling. يعني النثر الوصفي هو يعني النثر اللي يصف شيء، يعني نثر يوصف شيء، يوصف فد شغله، يوصف فد شخص، مشهد، يصف يعني مثلا على سبيل المثال يصف احتمال، يصف حادث او احتمال، يصف يعني مشاعر شخص، هو هذا نسميه نثر وصفي. الـ argumentative prose، the prose writing that talks about ideas not about actions or objects. يعني هو نوع من النثر اللي يتكلم عن شيء محدد وهي الأفكار، يعني يتكلم عن الفكرة. تمام؟ زين، السؤال الأهم اللي أنتوا تسألونه، راح تقولوا الأستاذ شنو اللي شغلات المهمة وشلون تجي الامتحان. اولا ممكن يجيك هذا التعريف، هذا ممكن يجيك تعريف، هذا ممكن يجيك تعريف. اذا اول نقطة هذا التعريف، هذه منتهينا من عندها. النقطة الاخرى اللي ايضا ممكن تجيني، ممكن تجيك يقول لك عرف define the prose and what is the types of prose، شنو انواعه، تعرفه وتكتب هاي انواعه كلهن. واذن يعني ما يحتاج تكتب هنا اذا قال لك هذا السؤال. احتمال سؤال يجيك ما هي انواع الناراتيف بروز، بس اذا قال لك انواع اذن لازم تكتبهن كلهن، هذا ايضا سؤال. احتمال سؤال اخر يجيك فراغ، يعني يقول لك مثلا argumentative prose the prose writing that talks about فراغ not about فراغ and فراغ، هيك تتكلم يعني عاد انت راح تقول له ideas. تمام، هذا هو النثر كل ما يوجد. بالنسبة للملزمة، الملزمة يعني إذا تريد تشتريها ما عندي أي مشكلة، أتمنى تتفهمون موقفي. هذه الملزمة أنا بس الطباعة أشخاص ماخذين من عندي، سعر عليها تقريبا حدود 30,000 صار مبلغ الكلفة عليها. أتمنى يعني تتفهمون موقفي، والشخص اللي ما عنده يعني وضعيته
ما تساعد انا حاضر يراسلني وادز الهياب بلاش. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.